لعك بنتنا لو تلا قال وي تلا وزارة ده هيسا لعها مرك لا غيبين هيو لعك استو نصوغ شو بتش تصبوا ده أما كم ميزانية ده وها هل كان وضع فريسة وزارة فدرال كم وزارة مالية فدرال ك يو وزارة ده مالية الدولة ده حمين تكع دولة فدرال ك هل كان سالو كتش تشيحة أنت لك سيد الله كلا غيب سنة يو فيرتيكالي هوريسنتالي أنت لك لا غادن يو شروطها كحيران بنتلان أيضا يا إمام ويلي أو شرارك قدام بي أنا كسو غيب قليل أو أنا هشيس كيس أنا هشيس يعني لغو غاتا العكتاس ويتا الله مركي أي بنتلان ميس كود هذا كسو نغطو أو أنا سلقر أنه أيانا معركة سينا إن هدو الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومية مدن يا شرف تلي السلام عليكم سؤالها جوابه دمعا وحا بحي قدقة انتي بدنايت وحا اسكده يانا سيكو كوبان انا وقتك بيخامين ايا حلبان محمد عاموي سؤالي سوحا كمي داها لعقاها لسيو مامل قبل ادادا معدا لعقاها مامل قبل ادادا لسيو وحا يكو حسين ريبوتك سوفا فاسن قدقة نوالاو داقلي ريبوتك دا سفعنو يكتنوا كيه ليسا وفي سؤال قارو أتقف تدو إن في شو لنا هو لقى معرفة ففهين كرا حسابتنا هو كوع ده هاي هاي ده عليك الكورسور كا يلا بشر سؤال نقطي العقبة ما لسنا هاي دي عليك الكورسور كا العق غرش جوجل هنا في بوت كوي كم وقتها مركا وارون عليك الكورسور كا جودي أم بعد سنة هنا حفيز كي يشغاله وشغينا يا العك كمش فقران غرش كمش فقران أو ربوت كم مغنا واسداس شغالة دولة أو حقوق لوي أو وزارة مالية دو كتشوتشين كريم إن قد جي لما جعابه يين تاس السمية أنا وحكة لوي سنة سام سام واحد تريشين ويا كل إحنا والما وح كل إحنا والتك شغالة ها إن تاس وي أردت حساب بركة أو نور غفو كل دوان يسوي بليسي من أنا قدومي حساب فرقة لا بكون أيوة كوبي لا بعثنا سيف عم حاول شرحه ولا الكي حلوان كي حلوان عجوين لا بكون يلا بيا لا بعثنا هل كان مركي عاد سيد الحسوس تمركي الميزانية ده سحنا إني وحالة قد ضاي لا يسقو قبص ضاي حساب حردي لا بكون يلا بعثنا أيوة كوب يلا بكون يلا بعثنا وزارة مالية ده أو مركز كرتي وحيتري برلمان كي أيام نسوق بيني برلمان كي أنا مركز وأهل يا مهلين يا دورشوين كي واحد حق لبيع هيد مركا أيضا دوت داس دوت برمان وكتر كسي هاي وي حساب بركي لو كنا لواتني وكو مسؤولية دي أنا قلنا صار نيدو حياة هيدنا سوق بنو حساب بركة لو كنا لبيع لواتن سؤال شو أقول مهم سنة أو كتب ميدو حوي شرع يسود وقبو مارين تا ميزانية ده أو سنة الفرحان اللي ويدي سنة كرتوا حبسوسينا يا حير كمالية دلوقتي لغو وحير كهرو عاد ريفر جريني صوت دباتن كي وحا بدلي حير كالله بكون يسقالي طبعا وكاسي وان واساسا لو قد بي وارهم اصغر نوحو قوائم بش اللي حاد صدهم كيد اللي سو قد بيو حساب حركة قدوميو هو لصع دا قد دقا مالية دون وعوقيهين وزارة مالية دا واي سو قد بيسي حساب حركة شون صدهم كيد لكن وحا دعاي احرم الله حري رئيس استوامر حراسات كبرلمان iyo xeerka maareynta miisaaniyadda qodobka cid soo gudbinaysa auditor general ka markuu report ka uu ku sameeyo auditing kii soo gudbinayo baarlamaanka uu soo gudbinayo ma wasaaradda maaliyadda soo gudbinaysa mise golaha wasiirada soo gudbinayo waa ka wada fana sodonkii ba marka sidaas aan markii hore waxa ku soo gudbiyay auditor general ka sida uu qabay xeerka maareynta maaliyadda 2019 كدبنا دودا سياتمد ووضا فريسني جودي جودي ووالا فريسني وحدنا ليري هاسو جود بيان وزارد مالت هاسو جود بيس انا جاي هاسو جود بيو كان هاكايا ومانتا سمارتا عدينتي رسيتي انا غالي هادنا فدي كالاس وصلنا وحاليري تكنيكلي وين غرا وزيرو يسو جود بيان يلو لي هاروساتي غرا بارلمان مرلوات بامحان ويلنا مركا غرا وزيرو انيسوس هيان او سيدا وسو جود بيان daaytan ka marka waxa sidaas ka keentay waan xisaab firka hadda akhriintii labaad maanta in horta allo ayada marka wax rajaynaya inay jawaabtaas si waafi ugu filan tahay delay ga yarka waxa keenay technical issues ayay ahayd waxa jirta oo senatoradu weydiisay senator Maryam hay'adaha qaar kood
دخلي لو قدي مهران جارها وحي سوقات وزارة الحرمة هذه بدي هاي النافضة وحربا مدن يا شرف ترى إن أنا عدينا دخلي ميزانية ده كان لو أنسحي أما لو أنسحي مركز توا وأدرس وكتلة جلوي سيدي هاد بالله وحين كتم هذا دخلي جدا يكلم عالمها سيدي الله هرو أي الله بحيا وزارتها waxaa koow ah oo khasab ay tahay in la bixiyo ciidamada mushaarkooda iyo raashinkooda iyo shaqaalaha iyo siyaasiinta mushaarkooda in la bixiyo kadibna sida ku cad xeerka aan maamulka saxsan oo miisaaniyada ayadoo laga duulayaa wasaaradda hay'adaha dawladda sida ay u kala mudnaan leeyihiin loo kala hormariyaa hadba waxay ka gaari karaan macnaheedu ma ahan dakhligeenu inuu ku filan yahay baahiyaha u qoran wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo 70 kor dhaafaya hadba sidii la helo iyo beexaamintaas ayaa lagu wadaa waxaa la socotaa wadanku dagaal al-shabaab inuu ku jiray oo ciidamo tiradii loogu talagalay ka badan la qoray oo mushaarkoodii laga bixiyo miisaaniyadda dawladda marka hay'ad dawladeed way yar tahay oo hesha bille u hesha qarashaadka aan mushaarka ahayn ee loogu talagalay running costiga taas way wax meesha ka muuqda hay'adaha qaarkood waa 300 helay qaarkood baa 150 helay qaarkood baan 700 helay sidaas bay khaamintaabay ku timid waana si aad wada ogtihiin noomana anaguna ma kala baraarugareyn karnay xeerka aad ku cadan saxsan ayay ku kala baraarugti mudan yihiin ciidamada oo horeeyaan oo labada aqal ku jiraan xafiiska madaxweynaha xafiiska baarlamaanka hay'adaha dakhliga soo xareey sidaas u kala horeeyaan wuxuu weydiiyey saata farxaan hoos u dhac baa ku yimid dakhliga gudaha taas waxa weeye waa khalad faham ayaa rajaynaya dakhliga gudaha sanadka 2022 wuxuu kor u kacay 5% waxa hoos u dhac ku yimid waxa weeye kaalmada caalamiga ahayd oo inaga gacanteena aan ku jirin oo awalba yabo ahayd oo qaarkeedna helay qaarkeedna weynay sababuhu way kala duwan yihiin marka iyadoo kuma dheeraanayo laakiin waa saxiid sanadka 2023 waxaa dakhligu kor u kacay in ka badan 21% dakhliga gudaha asagana xisaab xirkiisa markuu yimaado baynu ka doodi doonaa haddii Alle mudane xilliba senator waxaad kaloo weydiisay waxaa jira lacagaha maamul goboleedada loogu talagalay gaar ahaan lacagta deeqaha ee Puntland lacagta Puntland loogu talagalay way taalaa wasaaradda haysa lacagaha markii la qaybinayo lacag kasta oo soo gasho budget sabooda ama ka miisaaniyadeeda waxaa halkan wada fariista wasaaradda federaalka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo wasaaradaha maaliyadda ee dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka halkaasaa lagu jeexjeexaa inta lag sida loo kala qaybsanayo vertically horizontally inta la kala qaadanayo shuruudaha ku xiran Puntland ayada ayaa imaan weyday oo shirarkii u dambeeyay aan kasoo qaybgelin oo aan heshiiskii saxiixin heshiiskii aan lagu qaataa lacagtaas way taallaa markii ay Puntland miiska wada hadal ku soo noqoto oo aan isla garanno ayaanan maaragtay siinayna hadduu hal idmo waana wada matalaynaa si gaaraysa kuusii dhibin ilaahay idankiis way heli doonaa lacagtooda aad ayaad mahadsantihiin salaam